أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء اليومي المتجدد والذي نلقي فيه الضوء على أهم الأحداث سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو الدولي. في لقاء اليوم سوف نناقش بالبحث والتحليل ملفين. الملف الأول يتعلق بمستجدات الوضع الطبي الخاص بفيروس كورونا، خاصة في ظل تأكيد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا مع دخول المدارس والجامعات، وأيضا في ظل الحصيلة المنخفضة لفيروس كورونا خلال الأيام الماضية والتي تبعث على التفاؤل في نهاية المطاف، وبالتالي لابد من التأكيد على هذا الأمر بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة في هذا الشأن. أما الملف الثاني فيتعلق باستمرار الانتهاكات التركية في شرق المتوسط وإعلانها عن التوسع في عمليات استكشاف الغاز في شرق المتوسط، ضاربة بعرض الحائط التحذيرات الأوروبية والدعوات بضرورة التوقف عن عمليات التنقيب بشكل فوري، وبالتالي ما هي الاحتمالات في الفترة المقبلة في ظل هذه الأطماع والانتهاكات التركية في شرق المتوسط، وما هو الموقف الأوروبي من هذا الأمر، هل ربما نتوقع صداما في المرحلة المقبلة بين اليونان وتركيا في ظل التحشيد العسكري للدولتين في شرق المتوسط؟ كل هذه النقاط سوف نناقشها بالبحث والتحليل خلال هذه الحلقة. نناقش الملف الأول بالتأكيد مع انخفاض حصيلة ضحايا فيروس كورونا، لا زال الخطر قائما، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بهذا الشأن مع قرب دخول المدارس والجامعات، وأيضا للحفاظ على هذه الحصيلة المنخفضة. إذن لابد أن نستمر، لابد أن يكون هناك حالة من الوعي داخل المجتمع المصري بخطورة هذه المرحلة. هناك بعض الدول ربما عادت إلى تجديد إجراءاتها لعودة انتشار فيروس كورونا بها، وبالتالي علينا أن نستفيد من هذه التجارب ونتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة في هذا الشأن حتى لا نعود إلى تجديد للإجراءات الاحترازية، وأيضا حتى إن شاء الله تكون المرحلة المقبلة نصل إلى صفر في حصيلة فيروس كورونا، وبالتالي هذا الأمر مرتبط بمدى الوعي لدى المواطنين في هذه المرحلة. قلة الأعداد لا تعني زوال الخطر، ولا بد من التأكيد على هذه الرسالة، وهذا الأمر سوف نناقشه بالتفصيل تحت. دعونا نلقي مزيدا من الضوء حول هذا الموضوع مع ضيفي من القاهرة السيد كمال ريان، وهو الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال، إذن لو تضعنا في الرسائل التي أكد عليها مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم فيما يتعلق بالموقف الطبي الخاص بفيروس كورونا.
نعم، يعني هو هذا الاجتماع اللي عقد رئيس الوزراء بحضور طبعا وزيري التعليم العالي والصحه ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحه وعدد من المسؤولين، الحقيقه اولا كان في تاكيد من رئيس الوزراء على ضروره الاستمرار في الاجراءات الاحترازيه اللازمه لمواجهه فيروس كورونا، ان ما يكونش فيه تراخي للحفاظ على اللي تحقق الحقيقه من معدلات منخفضه خلال الفتره الماضيه، وايضا لتحجيم زياده الاصابات بالفيروس خلال المرحله المقبله، خاصه طبعا ان احنا مقبلين على فتره دخول المدارس والجامعات. فيما يتعلق بموضوع المدارس والجامعات، وزاره الصحه اكدت ان حاليا في بدائل بيتم اعدادها او مقترحات بيتم اعدادها فيما يتعلق بعوده الدراسه سواء في المدرسه او الجامعات، بيتم دراستها مع وزير التربيه والتعليم ووزير التعليم العالي، وان شاء الله هيتم عرض ما تم التوصل اليه على اللجنه العليا لمواجهه فيروس كورونا لتقرير ايه اللي هيتم ان شاء الله من مقترحات فيما يتعلق بالتعامل مع الدراسه. وزير التعليم العالي اكد ان تقرر الابقاء على عمل مستشفيات العزل بطاقتها حتى بدايه سبتمبر، طبعا القرار هيعاد النظر ليه بعد كده ان شاء الله على ضوء طبعا تطورات الحاله، وايضا اكد على انه تم وضع خطه للتعامل مع احتمالات ظهور الموجه الثانيه من فيروس كورونا. طبعا العالم كله مع التخفيف من الاجراءات الاحترازيه ويمكن بعض من عدم الالتزام بدات تعود موجات اخرى في بعض الدول في اوروبا وامريكا، فطبعا مصر بتستعد باي بخطه للتعامل مع احتمالات بهذا الشان. وايضا تم دراسه الاجراءات فيما يتعلق بتوفير لقاح لفيروس كورونا، ووزاره الصحه اكدت ان في لجنه مشكله للاشراف على الابحاث السريه للقاحات، وان شاء الله هيتم رفع تقرير دوري، وايضا سيتم عرض الامر على المجموعه الطبيه برئاسه مجلس الوزراء، وايضا عرض التقرير بشان ما يتم صرفه من علاج للمخالطين والعزل المنزلي خلال الفتره الاخيره، وكان في تاكيد ايضا على ان في استعداد من الهيئه المصريه للشراء الموحد فيما يتعلق باحتمالات موجه ثانيه الكورونا سواء بتوفير الاجهزه او المستلزمات الطبيه او التنسيق مع الجهات المعنيه. طب استاذ كمال، ربما الكره الان في ملعب المواطنين وعليهم اتباع الاجراءات الاحترازيه والوقائيه الخاصه بهذا الصدد في ظل هذا التراجع في الاعداد، وبالتالي كيف يمكن خلق حاله من الوعي داخل المجتمع بان الخطر ما زال قائما واتجاه الحكومه في هذا الصدد؟ الحقيقة دي نقطة في منتهى الأهمية، إن احنا نؤكد للمواطن إن فيروس كورونا لم ينتهي لا من مصر ولا من العالم، ولم يوجد حتى الآن علاج نهائي للمرض، وحتى طبعا مع تسارع العالم لإنتاج لقاحات، لكن حتى الآن طبعا ما فيش حاجة طرحت في الأسواق يعني حتى هذه اللحظة، فلابد أن المواطن يعرف أن ما زال الاعتماد كله على أن احنا نتخذ الإجراءات الاحترازية اللي هي التباعد الاجتماعي، والعالم كله ما زالت هو دي التعليمات الموجودة في العالم كله، فدي اللي هتحدد إن شاء الله أن يستمر الانحسار، وده اللي نأمله بإذن الله، أو لا قدر الله تظهر موجة ثانية زي ما الحكومة النهاردة بتتكلم عن خطة لأي احتمالات بهذا الشأن وزي ما حصل في بعض الدول، فنتمنى إن شاء الله. احنا طبعا ما فيش حد ما تعبش من اجراءات الغلق اللي اضطرت لها الحكومه، لان طبعا دي حفاظ على صحه المواطن، لكن كلنا اذا كنا مش عايزين نرجع لهذه الاجراءات مره اخرى علينا ان يكون لدينا الوعي وان نحافظ على التباعد الاجتماعي وعلى ارتداء الكمامات وعلى ان ما يكونش فيه تكدس او تجمع، ده مهم جدا جدا، وان كل مواطن يعرف ان دي مسؤوليته ناحيه نفسه وناحيه اسرته وناحيه مجتمعه، وايضا يمكن دورنا احنا كوسائل اعلام وزي ما حضرتك بتعمل كده ان احنا ننبه المواطنين ونؤكد على ضروره الاستمرار الاجراءات الاحترازيه لحين ان شاء الله انتهاء المرض اللي نامل انه ان ينتهي من مصر والعالم قريبا ان شاء الله. نعم استاذ كمال، ايضا كنت تتحدث عن موجه ثانيه من فيروس كورونا وربما العالم يتحدث عنها وليس مصر تحديدا، وبالتالي هناك خطه موضوعه من جانب الجهات المعنيه والوزارات المختصه في الشان، كيف ترى هذه الجهود وكيف ترى هذه الاستعدادات لتفادي هذه الموجه الثانيه من جانب الوزارات المعنيه ومن جانب الحكومه بشكل عام ايضا للتعامل معها اذا لا قدر الله كان هناك عوده لارتفاع عدد الاصابات في المرحله المقبله كما حدث في بعض الدول؟ نعم، هو طبعا مهم جدا ان احنا تكون لدينا خطه وتكون لدينا استعدادات
لان زي ما حضرتك اشرت فعلا الكثير من دول العالم ظهرت فيها موجه ثانيه. طبعا زي ما قلنا من شويه ان احنا نعول ان شاء الله كثير على وعي المواطن وعلى استمرار اجراءات التباعد ما تحصلش موجه ثانيه، لكن لا قدر الله طبعا في حال حدوث موجه ثانيه زي ما حدث في بعض الدول وفي اوروبا وامريكا ودول اخرى، لابد ان يكون عندنا خطه واستعداد للتعامل مع هذا الموضوع، سواء من ناحيه مستشفيات العزل وجاهزيتها وعوده بعض المستشفيات، او من ناحيه الاجراءات توافر طبعا التعقيم واستمراره، طبعا استمرار التعقيم وتطوير وتوافر الكمامات، من ناحيه لا قدر الله لو اضطرينا ايضا لان تكون فيه يعني، ونتمنى ان احنا ان شاء الله ما نضطرش ليه، لو زادت الاعداد لا قدر الله يكون في اجراءات طبعا اغلاق لبعض الجهات حسب طبعا تطورات الحاله. فالخطه حاليا ما زالت تدرس، وان شاء الله عندما تنتهي سيتم احالتها للجنه العليا لاداره ازمه فيروس كورونا برئاسه رئيس الوزراء. اسمح لي ان تبقى معي استاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، وانتقل الى الدكتور مصطفى محمدي وهو استشاري الباطنه واخصائي الامصال واللقاحات. دكتور مصطفى، اذا دلالات هذه الارقام وهذا الانخفاض في اعداد الاصابات بفيروس كورونا لا تعني ان الخطر يعني ربما يعني زال ولكنه ليس قائما، وبالتالي أهمية التأكيد على هذه الرسالة ويعني توعية المواطنين بها في هذه المرحلة حتى تستمر الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تؤكد عليها الحكومة دائما. هو طبعا بعد ترحيبي بحضرتك وبالسادة المشاهدين، لابد أن نشير أن انخفاض الأرقام ده شيء يبعث على التفاؤل، لكنه دائما نقول أنه التفاؤل المشوب بالحذر الشديد، لأن الفيروس موجود وبيحقق إصابات، وبدأ في بعض الزيادات في أرقام المصابين وأعداد المصابين في بعض الدول زي ما حضرتك أشرت في البداية وأشار ليها برضو الضيف، وده كان بنتيجة أن بعض التراخي وبعض الخروج عن دائرة الالتزام بالاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية، وده اللي بنحذر منه. بنقول أن احنا الحمد لله بدأت الأرقام تنخفض، وبدأت الأرقام أول وباء يبقى تحت السيطرة إلى حد ما، ولكن ده يتطلب برضو الاستمرار والالتزام الشديد بكل الإجراءات الاحترازية، ونلتزم بارتداء الكمامة أو الماسك والإجراءات الوقائية من حيث الالتزام بغسل الأيدي بشكل مستمر والحفاظ عليها خالية من الملوثات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتباعد أو عدم اللجوء للأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية، وكل الإجراءات اللي احنا كنا ملتزمين بها في الأول وكنا مطالبين بتنفيذها لسه لحد الآن مطالبين بتنفيذها والالتزام بها، لأن الوباء موجود والمرض موجود برغم انحسار الأرقام وانخفاضها بالشكل الملحوظ، وده ما يبعث على التفاؤل. ولكن انه ايضا اكرر تاني انه ده الحذر او التفاؤل المشوب الحذر الشديد جدا. يعني دكتور مصطفى، ايضا ربما العالم يتحدث في هذه الاونه عن موجه ثانيه من فيروس كورونا ربما تكون اشد ضراوه من الاولى، وبالتالي هل نحن معرضون ايضا في مصر لهذه الموجه الثانيه؟ وبالتالي ما هو المطلوب حتى يتم الاستعداد لهذه الموجه اذا كانت في الحسبان ونحن معرضون لها سواء على المستوى الرسمي وايضا على المستوى الشعبي؟ خلينا حضرتك الاول نقول ان احنا يعني كل ما يثار حول وجود موجه ثانيه او وجود موجه ارتداديه للفيروس، كل هذه توقعات مبنيه على اوبئه سابقه او اوبئه مماثله زي اوبئه الانفلونزا او اوبئه السارس نفسه او الكورونا نفسه، ولكنها ليست مؤكده، ليست اخبار مؤكده وليست معطيات مؤكده، قد يختلف او قد يعني تخيب هذه التوقعات ولا تحدث موجه ثانيه ولا تحدث زيادات في الارقام مره اخرى، او اذا كانت حدثت او حدثت بالفعل وتظهر موجه ثانيه او موجه ارتداديه لا نملك ان احنا نقول مدى شدتها ايه، ربما تكون منعدمه الشده، منعدمه الاحساس بها عموما زي كثير من الموجات الثانيه لبعض الفيروسات زي فيروسات الانفلونزا وفيروسات السارس نفسه او الكوفيد نفسه السابقه اللي ظهرت في 2010 او ظهرت في بدايه الالفينات، ولكن كل ما نؤكد عليه لان الكوفيد 19 او السارس كوفتو المسبب لمرض الكوفيد 19 اللي احنا بصدده الان لم يصرح او لم يصرح بكل المعلومات اللي عنده. نرى ان كثير من العلماء حتى هذه اللحظه نكتشف معلومات جديده، نصل الى معلومات جديده خاصه بالفيروس، خاص بسلوكه في تاثيره على البشر، خاص بسلوكه في تاثيره على الشخص نفسه سواء كان بيخرج
بيخرج من الجهاز التنفسي بيروح للجهاز الهضمي بيروح للجهاز العصبي. كل يوم بنكتشف معلومات جديدة، فمن ضمن المعلومات اللي احنا لسه ما نقدرش نوصل لها مدى شدته في الفترات القادمة، سواء كان من موجة ثانية أو موجة ابتدائية، سواء هيبقى تأثيره عامل ازاي، هل هيكون أكثر ضراوة أكثر شدة، هل هيكون أقل في حدته وفي شدته، لسه برضو الأمور دي لم تتكشف للعلماء ولم تتكشف بشكل واضح. ولكن ما نؤكد عليه وما يتضح لنا بشكل جلي هو مطالبة الجميع بالالتزام، وإن احنا نكون على أهبة الاستعداد بالتزامنا بالإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية المنوط بها الحد والتأثير المباشر على انتشار هذا الوباء وزيادة الأعداد. نلتزم بالإجراءات بتاعتنا ارتداء الكمامة والمسكات، نلتزم بالاستمرار في غسل الأيدي والحفاظ عليها خاليها من الملوثات، نلتزم بالبعد عن الأماكن المزدحمة غير جيدة للتهوية، فيما يسمى أو فيما يطلق عليه التباعد المجتمعي أو التباعد الاجتماعي. طب اسمح لي أن تبقى معي أيضا دكتور مصطفى محمدي. أعود مرة أخرى إلى الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال، في ظل هذه التداعيات السلبية ربما لفيروس كورونا على دول العالم المختلفة وأيضا منها مصر لم تكن بعيدة عن هذه التأثيرات، كيف ترى الجهود الحكومية وجهود الدولة بشكل عام في التغلب على هذه التداعيات على مختلف نواحي الحياة؟ نعم، يعني بالتأكيد طبعا هذه الأزمة أثرت على اقتصاد العالم كله ومنه الاقتصاد المصري، وخاصة طبعا ان مفيش دولة ممكن تكون بمعزل، الاقتصاد العالم كله مرتبط ببعضه، المصانع اللي اغلقت في الكثير من الدول طبعا كان في تأثير حتى على مستلزمات الانتاج المطلوبة في دول اخرى، اغلاق المطارات وتوقف السياحة، كل ده اثر على العالم كله وطبعا منها مصر. يمكن احنا الحمد لله نحمد الله في مصر ان احنا يعني كان فيه طبعا استعداد، كان في اجراءات للصحة الاقتصادي اللي تم اتخاذها، والقوة الاقتصاد المصري ساعدته على الاستعداد لمواجهه هذه التاثيرات، وان ما يكون التداعيات يعني محدوده يعني الى حد كبير. وكان في ايضا اجراءات اللي اتخذتها الدوله لمسدد كافه الفئات ومنها العماله غير المنتظمه، وايضا العماله المنتظمه في بعض القطاعات مثل السياحه اللي كانت توقفت، والاجراءات الاخرى المساندة المواطنين بشكل عام في مختلف المجالات. فبالتاكيد طبعا كل ده ساند الاقتصاد المصري ان هو يعدي بنجاح طبعا، وان احنا ما تعرضش لازمات تعرضت لها اقتصاديات دول كثيره ومنها دول كبرى مثل امريكا على سبيل المثال واوروبا. لكن طبعا الاقتصاد المصري تاثر. نتمنى ان شاء الله ونامل ان مع مع وعي المواطن ومع التزام بالاجراءات الاحترازيه ان شاء الله ما تحصلش موجه ارتداديه قويه او موجه ثانيه قويه تؤدي لاتخاذ اجراءات طبعا قد تكون اجراءات قاسيه، ولكن طبعا اذا اضطرت الحكومه اتخاذها تكون عشان حمايه صحه المواطن المصري، وده اول هدف عندنا. فنتمنى ان شاء الله ان ما يحصلش حاجه زي كده، وان يكون في التزام بالوعي عشان اي مثل هذه الاجراءات هتؤثر ايضا على الاقتصاد المواطن وعلى اقتصاد الدوله. ان شاء الله مع الوعي المواطن ومع حرصنا على الاجراءات الاحترازيه ان شاء الله لن نضطر لهذه الاجراءات مره اخرى بعد ان بدا الاقتصاد يستعيد، يعني نقول ما تاثر به من اجراءات خلال الفتره الماضيه، وان شاء الله التعويل كله على طبعا يعني ان ربنا ان شاء الله يمنع او يعني يحمينا ضد هذه الموجه، وفي نفس الوقت التعويل على وعي المواطن المصري. طب أيضا أستاذ كمال، لو تحدثنا عن الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية خاصة في مجال البحث عن علاج سريع وفعال لفيروس كورونا والمشاركة في بعض الأبحاث العالمية في هذا الصدد. الحقيقة بالفعل مصر الحقيقة من الدول اللي بتسبق الزمن، ويعني على اتصال مستمر بكل الجهات والشركات والتحالفات الدولية، وسواء طبعا اللي بتتكلم عن الوصول ان شاء الله للقاح قريبا، في تنسيق مع روسيا وفي تنسيق مع الصين وفي تنسيق مع كثير من الدول الاخرى واللي بتحاول الوصول للقاح للمرض. وزي ما اشرت انا من شويه ان في وزاره الصحه النهارده اشارت في لجنه بتتابع التجارب السريه اللي بتتم في مصر ان شاء الله على اعلى مستوى، لجنه قوميه بتتابع الموضوع باستمرار، وهتعرض تقرير ان شاء الله مفصل على اللجنه الطبيه العليا برئاسه رئيس الوزراء ان شاء الله، ونامل ان يكون فيه لقاح طبعا قريب للمرض سواء طبعا من عندنا في مصر او يعني بالتنسيق مع الجهود العالميه. بشكرك الاستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، واعود مره اخرى الى الدكتور مصطفى محمدي استشاري الباطنه وخبير الامصال واللقاحات. دكتور مصطفى، في هذا السياق تحديدا
يعني سياق البحث عن يعني لقاح فعال وسريع. روسيا ربما أعلنت عن تسجيل أول لقاح في هذا الشأن، وكان هناك يعني تشكيكات من جانب منظمة الصحة العالمية وبعض الدول في هذا السياق، وبالتالي هل نحن نقترب بالفعل إلى حدوث توافق حول لقاح يمكن أن يعالج هذا الفيروس، أم أن الأمر ما زال بعيد المنال حتى هذه يعني اللحظة؟ ربما نشهد بعض السنوات للتوصل إليه كما أكدت من قبل منظمة الصحة العالمية. سيدي الفاضل، في مجال اكتشاف لقاح مؤثر في السيطرة على الكوفيد 19 او الكورونا المستجد، طبعا كثير من دول العالم والمراكز البحثية والجامعات، اكثر من 150 مركز بحثي وجامعة على مستوى العالم تعمل في ماراثون لبغية الوصول للقاح للسيطرة على هذا الوباء، لان في طبعا كما يعلم الجميع او الاكثريه من الساده المواطنين ان الوسيله الوحيده او المجال الوحيد ان احنا نسيطر على وباء هو وجود لقاح لهذا الوباء يمنع الاصابات ويحد منها ويسيطر عليه وقد يقضي عليه بشكل كامل. خلينا نقول برضو ان بعض المراكز تقدمت صفوف هذا الماراثون، وياتي في مقدمتها طبعا جامعه اوكسفورد بالتعاون مع شركه استرازينيكا وشركه مودرنا الامريكيه وبعض الشركات الصينيه، وجاء بعد ذلك ما اعلن عن اللقاح الروسي. وان كنت على المستوى الشخصي اتحفظ عما اعلن، لان ما لدي من معلومات فيما يخص هذا اللقاح انه مره من ضمن من التجارب السريرية بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية على أكثر تقدير، وهناك المرحلة الثالثة التي يتم فيها تجربة اللقاح أو أي مستحضر على مستوى واسع بالنسبة للبشر لتأكيد مدى أمان هذا اللقاح أو أمان هذا المستحضر في استخدامه مع البشر، وأيضا التأكيد من فعاليته، وهذا ما لم يتم. ولكن يعني أستغرب على المستوى الشخصي الإعلان عن هذا اللقاح، ولكن بصفة عامة خلينا برضو نبص بشرة للسادة المشاهدين أن العالم يعمل على قدم وساق وقريبا جدا إن شاء الله. ولكن لابد أن ألا نفرط في التفاؤل، أن اللقاح لو قلنا أنه هو هيكون في مطلع 2021 متوفر ومتاح بالنسبة لبعض الفئات المجتمعية ده هيكون شيء كويس جدا، ولكن مش عايزين برضو نبالغ في التفاؤل ونقول أنه هو ممكن يكون الشهر الجاي أو الشهر اللي بعديه، لأن اللقاح بيمر بمراحل تجريبية كثيرة جدا بيستغرق وقت كثير جدا. ولكن طالما أن احنا بنعمل في ظروف استثنائية، خلينا ده يبعث أن احنا نتفائل شوية ونقول أنه مع بداية 2021 إن شاء الله يكون في لقاح، سواء كان لقاح شركة جامعة أوكسفورد مع أسترازينيكا أو مودرن الأمريكية أو شركة فايزر أو أيا كان الشركة، ولكن هو إن شاء الله قريبا سيصل للعالم إلى لقاح وسيكون في مأمن من هذا الوباء. ونحن نأمل ذلك بالفعل. دكتور مصطفى محمدي، استشاري الباطنة وخبير الأمصال واللقاحات، شكرا جزيلا لك. وعلى صعيد أعداد الإصابات في مصر، دعونا مشاهدينا الكرام نطالع هذا العرض التالي. كان هذا هو ملفنا الأول، ننتقل إلى الملف الثاني وهو المتعلق بالانتهاكات التركية في شرق المتوسط، حيث أعلنت أنقرة عن توسيع نطاق عملياتها لاستكشاف حقول الغاز في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، وذلك في تحدي لدعوات الاتحاد الأوروبي لخفض حدة التوتر. يأتي هذا الإعلان في ظل أجواء من التوتر المتنامي في شرق المتوسط، خاصة بين اليونان وتركيا، خاصة أن تركيا لديها الكثير من
الأطماع في ثروات شرق المتوسط وتقوم بانتهاكات كثيرة هناك واستغلال أو الدخول إلى بعض المناطق الاقتصادية في شرق المتوسط الخاضعة لليونان، وأجرت بعض المناورات العسكرية أيضا. هناك تصعيد أيضا من جانب اليونان وتحذير من وقوع مواجهة عسكرية واستعداد للجيش اليوناني، ربما نكون على شفا حرب بين الدولتين كما يتوقع بعض المراقبين إذا لم تتوقف تركيا عن انتهاكاتها في شرق المتوسط. هناك أيضا تحذير من جانب الاتحاد الأوروبي لأنقرة في هذا الشأن بضرورة التوقف عن عمليات التنقيب في شرق المتوسط بشكل فوري، وهناك حديث أيضا عن ربما عقوبات متوقعة من جانب الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وخاصة أن هناك أيضا معارضة فرنسية لهذه التدخلات التركية في شرق المتوسط وهذه الأطماع. هذا الأمر سوف نناقشه بالتفصيل، ومدى فرص الصدام في شرق المتوسط، ومدى أيضا قدرة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ربما مؤثرة على تركيا في الفترة المقبلة، خاصة في ظل تدخلاتها المنتشرة سواء في شرق المتوسط وأيضا في بعض الدول العربية. غير عابئة بتهديد أو تحذير، أكدت تركيا أنها لن توقف عمليات التنقيب في شرق البحر المتوسط ولكنها ستتوسع فيها. وقالت البحرية التركية إن سفينة يافوز للتنقيب عن الغاز ستقوم بأنشطتها من 18 من أغسطس الجاري وحتى منتصف سبتمبر المقبل في مناطق متنازع عليها جنوب غرب جزيرة قبرص. وفي أول رد فعل على التصعيد التركي، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنقرة إلى أن توقف فورا أنشطتها للتنقيب عن الغاز في المتوسط، وأكد أن ما أعلنته أنقرة يؤجج التوتر وانعدام الأمن في المنطقة. بوريل أضاف أن الإعلان التركي يساهم في تقويض الجهود لاستئناف الحوار والمفاوضات، داعيا أنقرة إلى إطلاق حوار بحسن نية مع الاتحاد الأوروبي. وأرسلت أنقرة في الأسبوع الماضي سفينة مسح زلزالي ترافقها سفينتان عسكريتان قبالة شواطئ جزيرة كاستيلو ريزو اليونانية في جنوب شرق بحر إيجا، ما أثار غضب اليونان وقلق الاتحاد الأوروبي. كان وزراء الخارجية الأوروبيون أعربوا الجمعة عن تضامنهم مع اليونان ودعوا إلى خفض حدة التوتر، كما عززت فرنسا وجودها العسكرية في شرق المتوسط وطالبت تركيا بوقف أعمالها الاستفزازية والتنقيب الأحادي عن النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها. إذن تمضي تركيا في طريقها وفي ظل انتهاكاتها في شرق المتوسط، على الرغم من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك الذين أكدوا عدم رغبة أنقرة في التصعيد في شرق المتوسط واستجابتهم لبعض الوساطات لبدء حوار مع اليونان بشأن هذا الصدد. لكن ربما هذه هي خطوة اقتصادية من جانب تركيا في شرق المتوسط، بالتأكيد ستكون لها الكثير من التداعيات سواء على علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي مؤيد للموقف اليوناني في هذه الأزمة، وأيضا في بعض العلاقات الخاصة بأنقرة وأثينا، وتحديدا أيضا بين فرنسا وتركيا في ظل الرفض الكبير لهذه الانتهاكات في شرق المتوسط، وأيضا في ظل الرفض وللتدخلات التركية في ليبيا وفي العراق وفي سوريا. وبالتالي هناك ربما أفاق يعني لفرض عقوبات وحديث، وكان هناك اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضية ناقشوا فيه هذه الانتهاكات التركية في شرق المتوسط وأكدوا دعمهم للموقف اليوناني في هذا الشأن. وبالتالي ما هي فرص فرض هذه العقوبات في الفترة المقبلة؟ ربما يعني تكون عقوبات شديدة في الحقيقة، يتحدث عنها بعض الدبلوماسيين الأوروبيين حتى ترضع تركيا عن الاستمرار في هذه الانتهاكات. هل هناك فرص للحوار بين اليونان وبين تركيا في المرحلة المقبلة، وأن الأمر ربما لا يتعدى سياسة الشد والجذب بين الدولتين، خاصة في ظل التحشيد العسكري والاستعداد اليوناني لمواجهة أي خروقات وأي اعتداءات من جانب تركيا في شرق المتوسط، وأيضا التأكيد التركي على أنها ربما تواجه أي اعتداء على سفنها، وهناك سفن حربية ترافق سفينة التنقيب التركية في شرق المتوسط. وبالتالي ربما الأمر مرشح للتصاعد في الفترة المقبلة في ظل هذا التصعيد العسكري.
العسكري، وفي ظل هذا التصعيد الدبلوماسي، وفي ظل هذا الإصرار التركي أيضا على الاستيلاء على ثروات البحر المتوسط غير عابئة بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وأيضا ربما هناك رفض من جانب تركيا أيضا للاتفاق المصري اليوناني الذي مثل ضربة قوية بالطبع للأطماع التركية في شرق المتوسط، وهناك تنسيق مصري يوناني على أعلى مستوى في هذا الأمر، خاصة في ظل هذه الأطماع التركية والمساعي يعني تصعيد التوترات في مختلف المناطق سواء في شرق المتوسط، وأيضا دعمها للجماعات الإرهابية وإرسالها إلى ليبيا حتى تكون بوابة للاستيلاء على هذه الأطماع وهذه الثروات في مسعى أو مزاعم تركية لتحقيق الكثير من الأطماع الوهمة في الحقيقة لاستعادة الدولة العثمانية وغير ذلك من الأمور والأطماع التي يتحدث عنها مراقبون ومحللون. لكن بالطبع ربما هناك رفض دولي لهذه التحركات وهناك ضغوط، لكن ربما لا توجد إرادة حقيقية كما يرى البعض الوقت في تركيا عن هذه الأمور يعني. لكن دعونا نلقي نظرة على هذا الموضوع بالتفصيل مع ضيفي الكريم الدكتور بشير عبد الفتاح وهو خبير الشؤون التركية في الأهرام. إذن دكتور بشير، هناك تحدي تركي ربما للدعوات الأوروبية لوقف هذه الانتهاكات في شرق المتوسط، ويعني مساعي متواصلة للاستيلاء على ثروات الغاز هناك وإرسال السفينة للتنقيب بل التوسع في عملية التنقيب، وبالتالي ما هي الدلالات التي تسعى من ورائها تركيا؟ هل ربما هي عملية شد وجذب وتعود تركيا مرة أخرى أم ستستمر في هذه السياسة؟ باعتقادي أن تركيا لن تتراجع عن هذه السياسة، سياسة فرض الأمر الواقع في شرق المتوسط والتي يمكن أن نسميها باللغة العامية البلطجة التركية، لأنها تتجاهل القانون الدولي وتحاول أن تفرض رؤيتها الخاصة على دول الإقليم. طالما أنه لا يوجد رادع قوي يجبر تركيا على التخلي عن هذه السياسة فلن تتراجع. الاتحاد الأوروبي منقسم كما رأينا في أكثر من ملتقى لوزراء الخارجية والقمم الأوروبية، عجز الأوروبيون عن توحيد مواقفهم وفرض عقوبات ذكرية عقابية ضد تركيا. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تظهر دعما ضمنيا لتركيا ولا تريد أن تصعد ضدها، والأوروبيون يعلمون ذلك. ومن ثم لا يوجد رادع حقيقي يجبر تركيا على التوقف عن هذه السياسة. نعم. هي أيضا مضطرة للمضي قدما في هذه السياسة بسبب احتياجها الشديد للموارد الهيدروكربونية من النفط والغاز في شرق المتوسط، لأنها دولة غير منتجة لمصادر الطاقة وتنفق أكثر من 45 مليار دولار سنويا على شراء احتياجاتها من النفط والغاز، وهذا يؤدي إلى نزيف العملة الصعبة ورفع أسعار المحروقات وارتباك في الاقتصاد التركي المضطرب أصلا من البداية. ومن ثم ترى تركيا قبلة الحياة بالنسبة لها في العثور على بئر نفط أو حقل غاز في شرق المتوسط، أو أن تجبر الدول المتوسطية على السماح لها باستيراد الغاز بأقل أسعار ممكنة أو بمشاركة قبرص على سبيل المثال في أي حقل للغاز المكتشف في شرق المتوسط. إذن هي تريد معادلة جديدة لتوزيع ثروات شرق المتوسط تتيح لها نصيب من هذه الثروات سواء بشكل قانوني أو من خلال التفاهم الودي مع دول شرق المتوسط مع إظهار القوة للضغط على هذه الدول. طب دكتور بشير، لو تحدثنا عن هذا الرادع، هل هو رادع عسكري أم رادع اقتصادي وعقوبات أوروبية ربما تفرض على تركيا في هذا الأمر؟ أيهما أقرب من وجهة نظرك في هذه المرحلة، خاصة في ظل التحشيد بين جانب اليونان وتركيا، وخاصة في ظل الحديث عن عقوبات أوروبية ربما متوقعة في الفترة المقبلة إذا لم تتوقف تركيا عن هذه الانتهاكات؟ سبق للاتحاد الأوروبي في يوليو من العام الماضي فرض عقوبات اقتصادية على تركيا لكنها لم تردعها لأنها كانت عقوبات شكلية، كما أن الاتحاد الأوروبي مكتوف الأيدي في التعامل مع تركيا اقتصاديا لأنه يخشى من ردة الفعل التركية. تركيا تهدد باستخدام ورقة اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين والدواعش من أصول أوروبية، والآن أصبح لتركيا منصة أخرى تهدد الأوروبيين من خلالها وهي ليبيا. كانت تهدد فيما مضى بفتح الحدود التركية مع دول شرق أوروبا، الآن تركيا تسيطر على شواطئ ليبيا الغربية، وليبيا معروف هي أخطر معبر للمهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوروبا.
بتموضعها في ليبيا تستطيع تركيا أن تهدد الأوروبيين من منصة أخرى، وبالتالي تحاصرهم شرقا من تركيا وجنوبا من ليبيا، لذلك هم لا يريدون التصعيد معها اقتصاديا وعسكريا. من المستحيل أن تحدث مواجهات بين الاتحاد الأوروبي أو الناتو من جهة وتركيا من جهة أخرى، لأن تركيا دولة عضو في الناتو وهي دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي حتى لو لم تنضم حتى الآن، أيضا هي دولة عضو بمجلس أوروبا. الولايات المتحدة لن تقبل بتصعيد عسكري جديد في المنطقة، كما أن الاتحاد الأوروبي والآخر لن يقبل بذلك، وألمانيا رئيسة الاتحاد حاليا تفضل التفاوض والحوار مع تركيا من أجل التوصل لصيغ تفاهمية في كافة القضايا الخلافية وليس فقط شرق المتوسط. بشكرك دكتور بشير عبد الفتاح خبير الشؤون التركية بالأحرى. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه إطلالة على بعض الأحداث الهامة اليوم، على أمل أن يتجدد اللقاء وموضوعات جديدة ومتجددة. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.